على درب ياوندي. بدأ المرابطون رحلة التصفية في يونيو 2017، كانت أولى الجولات بمباراة ستلعب خارج الديار في مدينة جابرون لمواجهة بوتسوانا المضيفة. من هناك جاء الخبر السار، نقاط ثلاث حصدها المنتخب الوطني من فوزه على أصحاب الأرض بهدف نظيف عن طريق عبد الله السوداني. بعد أكثر من سنة على المباراة الأولى، اقتربت الجولة الثانية التي انتظرها الجمهور الرياضي بشغف كبير وأمل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام خصم يعتبر الأقوى في المجموعة، بوركينا فاسو الذي حل ضيفا على المنتخب الوطني في ملعب الشيخ بويدية. أكرم المرابطون وفادتهم بهدفين دون رد، الأول كان من توقيع إسماعيل دياكيتي مستغلا خطأ حارس المرمى، والثاني بقدم خاصة كامارا بعد مجهود كبير من زميله علي عبيد. فوز ثاني مهم في مشوار التصفيات والوصول للكاميرون 2019. بعدها كانت المواجهة المزدوجة مع أنغولا منعرجا حاسما في التصفيات. في 12 من أكتوبر حل المرابطون ضيوفا على أنغولا، وانتهت المباراة بفوز أنغولا التي دخلت على خط التنافس وباتت بنفس رصيد النقاط مع المنتخب الوطني وبوركينا فاسو، وذلك قبل 4 أيام من مباراة العودة في نواكشوط، والتي كانت من أصعب المباريات على المنتخب حيث كان مطالب بالعودة لطريق الانتصارات والثأر من هزيمة رواندا، وهو ما تحقق بهدف للصفر سجله أداما با كان كفيلا بوضع المرابطون في الصدارة بفارق نقطتين عن بوركينا فاسو وثلاث نقاط عن أنغولا. فوز كان له أبعاد كثيرة، بما أن المنتخب الوطني لم يصل في تاريخ التصفيات التي خاضها إلى 9 نقاط، لكن الأهم هو أنها وضعته على بعد فوز واحد من تأهل تاريخي مع تبقي جولتين من التصفيات. فوز وإن تحقق سيكون كتابة للتاريخ وحلم طال انتظاره وترجمة لتصفيات شاقة عاش فيها الشارع الرياضي شعورا مختلفا باقتراب تأهل أول من نوعه بعنوان المرابطون في كأس الأمم الإفريقية، وهو أمر مشروط بالفوز على بوتسوانا في مباراة الأحد 18 نوفمبر، وما أجمله أن يتحقق على هذا الملعب وهذه النجيلة.